أهلا بكم. مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، رعى وزير الداخلية سمير مبيضين حفلة تأبين لشهداء الوطن، نظمته الفعاليات المدنية والأهلية في مدينة الفحيص تكريما للشهداء الأبرار الذين قضوا في الفحيص والسلط فداء للوطن أثناء مواجهتهم لقوى الشر والإرهاب. التفاصيل في هذا التقرير. إكراما للشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وشعبه وكرامته، نظمت فعاليات مدنية وأهلية في مدينة الفحيص حفلة تأبين لهذه الكوكبة الطاهرة الذين ارتقوا إلى السماوات العلا أثناء مواجهتهم البطولية لأعداء الوطن وجماعات الإرهاب والتطرف في مدينتي الفحيص والسلط. وألقى مندوب رئيس الوزراء وزير الداخلية سمير مبيضين كلمة في الحفل الذي أقيم في قاعة بيت الفحيص، قال فيها أن الإرهاب آفة العصر ومحاربته هي مسؤولية أهلية تبدأ من الأسرة إلى المدرسة والجامعة، ومن هنا يجب علينا التنبه بخطورة هذا الفكر الهدام الذي يسعى فيه الظلاميون إلى قتل العباد وخراب البلاد. إن هذا الملتقى الوطني هو رسالة للعالم أجمع بأن الأردن هو دوما وطن التسامح، وطن التسامح والتعايش والإخاء، وهو دوما إن شاء الله عصي على الطغاة وعصي أمام كل التحديات وأمام العابثين والحاقدين. وقد جاءت قوة هذا الوطن ومنعته بفضل قيادتنا الهاشمية الحكيمة وأجهزتنا العسكرية والأمنية الباسلة والشعب الأردني الكريم النابذ للعنف والتطرف والداعي للوحدة والتآخي. أردن أرض العزم أغنية الضباء، نبت السيوف وحد سيفك ما نبى، في حجم بعض الورد إلا أنه لك شوكة ردت إلى الشرق الصبا. وأجمع كل خطباء الحفل على أن الشعب الأردني سيبقى سياجاً منيعاً في وجه كل الظلاميين الذين لا يتقنون إلا فعل الشر والمكائد الجبانة، داعين في كلماتهم أن نبقى كأردنيين ملتفين حول قيادتنا الهاشمية وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن واستقرار بلدنا. قدر الأردن أن يكون في المقدمة دائماً، وقدر الأردنيين أن يكونوا جنوداً وشهداء وبناء، وهذا الحمى قدره الاستهداف لا لثرواته ولا لموارده ولا لموقعه، ولكن لسمات أهله ولمشروعه ومشروعيته. وقدر أعداء الأردن منذ فجر التاريخ الهزيمة والخيبة والزوال. سنكمل مسيرة الفرح ونرد كيد أعداء الحياة إلى نحرهم، فعرسنا بحجم الوطن تكلله رعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله ورعاه. نستمد منه إرادة الاستمرار والتطور بكل فخر وإجلال وعرفان وإكبار. نقف اليوم في الفحيص ومعنا كل أبناء الأردن الحبيب الشامخ لقيادته وشعبه وجيشه البطل. نقف بكل كبرياء وهامات مرفوعة أمام من هم أكرموا منا جميعا، شهداء الوطن الأبرار الذين قدموا التضحية الأسمى أرواحهم في سبيل الوطن الأغلى ومن أجل سيادته وأمنه واستقراره ودفاعاً عن الحياة التي تمثل أسمى قيمة وهبة منح الله للإنسان منذ بدء الخليقة. أيها الأردنيون الشرفاء، تدق وفي كل يوم نواقيس الأخطار المحدقة بنا ومن كل جانب، إقليم ملتهب وعالم متغير
وتحديات جديدة. قدمنا وسنقدم التضحية تلو التضحية فداء لرفعة وعزة وطننا، إلا أن هذا لا يجب وبأي حال من الأحوال أن يدفعنا لإغفال حاجتنا لإدراك ووعي المعركة طويلة الأمد والتي تفرض علينا. كنا نتمنى ألا يقتل أردني بيد أردني، لكن قدر الله شاء. لكننا أمام مسؤولية ضخمة، مسؤولية إعلام، مسؤولية انتماء، مسؤولية محاربة الفكر الضلالي، مسؤولية محاربة الإشاعة واختلال الشخصية وذم الوطن والتقليل من مكتسباته وإنجازاته. الأردن عظيم برغم قدراته البسيطة، وشعبه المناضل المكافح الصامد الصابر يجب ألا ينثني ولا ينحني لأي سبب كان. رسالتي إلى كل أردني: الله الله في الوطن، الله الله في البيت الهاشمي. أدعو الله تعالى أن يحفظ هذا الوطن ملكاً وجيشاً وحكومةً وشعباً ومؤسسات. اليوم نقول لأهلنا في الفحيص، نحن جميعاً إحزام الفحيص، إحنا نتحزن بالفحيص مثل ما تحزن بينا. وتلاحم الأردنيين ليس بجديد، سبق كل ما هو عابر ونراه هنا اليوم وسيستمر بهمة العيون الساهرة. وختم والد الشهيد أحمد الزعبي حفل التأبين بكلمة قال فيها: إن أبناءنا يستشهدون على ثرى هذا الوطن الغالي على يد فئة غادرة جبانة دفاعاً عن الأرض والعرض، نحتسبهم شهداء عند الله العلي القدير. ودعا في كلمته أن يحفظ الله الوطن وأهله وقيادته في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. وبعد إلقاء الكلمات قدمت دروع تكريمية لذوي الشهداء، كما تقرر إطلاق اسم شارع الشهداء على أحد شوارع مدينة الفحيص تكريماً لعملهم البطولي وتضحياتهم الباسلة.